هي محافظة الشرقية من المحافظات الواعدة اللي بتتميز بوجود الكثير من الزراعات المختلفة والمتعددة، ويمكن نسبة المساحة المزرعة فيها يمكن من أكبر المساحات المزروعة على مستوى محافظات الجمهورية. عشان كده كان النهاردة لازم أن نتوقف عند هذه المحافظة ونتعرف أكثر من ضيوفنا اللي مشرفينا حولها وأهم الزراعات اللي فيها وإيه الجديد في هذه المحافظة. خلونا نرحب بضيوف اللي مشرفيني، باشمهندس جمال عزب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية. باشمهندس أهلا بيك يا فندم، مشرفتنا. ايضا مشرفنا الباشمهندس علاء عفيفي مدير عام الزراعه في محافظه الشرقيه. باشمهندس اهلا بحضرتك يا فندم، مشرفنا. ابدا من عند حضرتك باشمهندس جمال، وكلمني ايه اخبار محافظه الشرقيه والزراعات اللي بتتميز بها هذه المحافظه. والله اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، اولا احنا بنشكر القناه حضرتك وبنشكر برنامج حضرتك، ربنا يخليك، على ما يقدموه سواء من معلومه ارشاديه وماده ارشاديه للمزارع او ظهور او اظهار بعض المشاكل الخاصه بالمزارعين ومحاوله ايجاد حلول لها. الناحيه الثانيه انا برضو من خلال برنامج حضرتك بوجه تهنئه وبعد تهنئه قلبيه للسيد الدكتور الاستاذ سعيد عبد العزيز محافظ الشرقيه ولكل شعب الشرقيه تهنئة قلبية بعيد الشرقية، لأن الحقيقة الأيام اللي فاتت كان مناسبة عيد الشرقية القومي. كل سنة طيبين، فإحنا بنقول للناس في شعب الشرقية كله كل سنة وانتم طيبين، وبنخص المزارع المصري خاصة إن إحنا في موسم حصاد المحاصيل الصيفية، فبنقول له كل سنة وانت طيب وربنا يعودها عليك بخير وعلى مصر الحبيبة دايما بالخير وزيادة الإنتاج إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. بحيك يا فندم على هذه المشاعر الجميلة من حضرتك. إيه أخبار محافظة الشرقية بقى؟ والله الحقيقة محافظة الشرقية زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن هي من أكبر المحافظات في الزراعة، دي حقيقة. وإن محافظة الشرقية بتزرع عندها زراعات ما يقرب من أكثر من 858 ألف فدان، بتزرع محاصيل صيفية وبتزرع محاصيل شتوية. يمكن احنا حاليا يعني على سبيل المثال، ودي اهم حاجة بتهمنا احنا كلنا وبتهم الشعب المصري كله، كيفية اللي هو محصول القمح بالتحديد، والمجهود الكبير اللي بتبذله وزارة الزراعة وعلى رأسها طبعا معالي وزير الزراعة الأستاذ الدكتور عادل البلتاجي، بأن احنا بنجتهد بأن نعمل اكتفاء ذاتي لمحصول القمح. فمحافظة الشرقية، طيب بما ان حضرتك بتجتهدوا انك تعملوا اكتفاء ذاتي لمحصول القمح، وده اعتقد يعني مش حلم محافظة الشرقية فقط لكن حلم كل محافظات الجمهورية، ده ممكن يكون ازاي يا باشمهندس من وجهة نظر حضرتك، والخطوات اللي انتوا بتسعوا ليها ده بناء على قاعدة ايه؟ علشان انا بعمل اكتفاء ذاتي نمره واحد، انا اولا في هناك توسع راسي ثم توسع افقي. نعم. معنى ذلك ان انا اما بزود مساحه القمح، اما ان انا بستنبط اصناف جديده بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعيه. بيستنبط اصناف جديده عاليه الانتاج. على سبيل المثال اولا يعني انا معلش عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع التنسيق ده بالتحديد. موضوع التنسيق بالتحديد لابد ان يكون هناك، يعني على سبيل المثال ده الكلام ده احنا عملناه فعلا. ان لابد مبدئيا نمره واحد يبقى في تنسيق بين جميع الاجهزه في قطاع الزراعه في اي محافظه. ده جميل طبعا وشيء مهم، خدت بال حضرتك؟ نعم. على سبيل المثال يعني انا لازم يبقى في تنسيق بين جهاز التقاوي وجهاز التعاون وجهاز الارشاد الزراعي وأجهزة مديرية الزراعة على سبيل المثال. لا أنا كل الأجهزة بوزارة الزراعة لازم يكون تكون لازم يبقى في تنسيق حضرتك، تنسيق وتواصل معهم. يعني مثال بسيط خالص، يمكن أنا لما عملت اجتماعات وجمعت جميع مديرين إدارات الأجهزة ديت، فأتانا مثلا مشكلة إن أنا عايز أوصل، أنا داخل على موسم شتوي ونفسي إن أنا أوصل عبوة التقاوي زي عبوة الأسمدة في كل جمعيه زراعيه عشان تبقى في متناول الفلاح. نعم. في الوقت نفسه انا دلوقتي عبوه التقاوي دي انتجتها وزاره الزراعه. هذه العبوه ذات جوده عاليه الانتاج،
مفحوصه معتمده من قبل الاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي. تمام. عايز اوصلها له في متناول ايديه في الجمعيه. شروط الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي، ودي قانوني، ان لابد ان التقاوي لا توضع الا في مكان مرخص. تمام. هنا كانت بتبقى في مشكله تضارب بين الجمعيات الزراعيه والاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي باتصالاتنا بالتنسيق بين الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي. ظبطنا مع المهندس احمد عجيبه. تمام. والحقيقه كان متفاهم جدا. تمام. وبدل ما نعمل ترخيص يكلف 750 جنيه على هذا الاساس، لما الوزاره كان من اهدافها. جميل. ان هي عن طريق اتحاد مصدري اتحاد منتجي الدواجن ان هم ياخدوا اداره الصفرة عن طريق تعاقدات. تمام. وبدانا المنظومه نمشي فيها، ويا ريت ان هي برضو الوزاره السنه دي تقدر تركز على الكلام ده. وان احنا عندنا استعداد مباشر ان احنا نجيب تعاقدات مع المزارعين. وفعلا بعض المزارعين قابلونا قالوا لنا احنا عندنا استعداد نورد نورد الذره. نعم. سواء ذره صفراء او ذره بيضاء. نعم. ودي حلقه مهمه جدا في حلقات ذات الانتاج الزراعي، ان هو يكون في تعاقد بين المزارع وبين مصانع او جهات اخرى. أكيد. وبين المديريه اللي هي بتبقى مسؤوله عن ضمان تنفيذ التعاقدات اللي بتتم ما بين المصانع او الجهات وبين المزارع. ان شاء الله النظام ده هيستمر بحس حضراتكم وتواصلكم طبعا مع وزاره الزراعه. ارجع لحضرتك يا باشمهندس جمال، حضرتك قلت انك بتسعى انك انتم تطبقوا يعني الاكتفاء الذاتي من محصول القمح. انتوا الحمد لله تميزتوا في زراعه او تطبيق نظام زراعه المصاطب عندكم في زراعه القمح. كلمنا عن هذا النظام واهميته واقتناع اخواننا الفلاحين بهذا النظام، وباقي المحافظات اللي لسه ما طبقتش النظام اللي انتوا تميزتوا فيه ده، ممكن تقول لهم ايه عنه؟ والله هو الحقيقه طبعا احنا طبعا في علشان انت الفلاح بتاعنا لازم يشوف الانتاجيه اللي طالعه قدامه من التجربه عشان يقتنع بالنظام. تمام. فهذا النظام تم تجربته، وده ذكاء على فكره من الفلاح. طبعا يعني طبعا يعني هو الحقيقه ما بيحاولش يضحي، هو عايز يشوف هل التجربه دي نجحت وجابت انتاجيه عاليه. بيبدا هو يستجيب ليها. ففعلا تم زراعه المصاطب، هي يعني بالبلدي هي زراعه نقر على مصاطب، هي ادت انتاجيه اكتر من الزراعه بدار. وديت يعني عملناها في حقول ارشاديه وعند المزارعين وشافوها وجربوها. يمكن عايز اضيف بس حاجه بالنسبه لحضرتك وانت بتتكلم حضرتك عن التعاقدات. برضو انا بشرك المزارع في اهميه التقاوي عن طريق التعاقدات. فبيحصل تعاقدات بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وبين المزارع، سواء في إنتاج تقاوي القمح أو في إنتاج تقاوي الرز على سبيل المثال. وكان في الشرقية تعاقدات وصلت لحوالي أكثر من 6000 فدان قمح الموسم الماضي على سبيل المثال. في الرز موجود ما يقرب من 5000 فدان. هنا أنا بشرك المزارع في أهمية انتاج التقاوي واشعره ازاي ينتج تقاوي، وفي نفس الوقت هو لما بيتعاقد بيستفيد بحاجه اسمها علاوه الاقصار. جميل. وفي نفس الوقت كل ما كان نسبه النظافه بتاعت محصوله اعلى بياخد برضه مبلغ على كل درجه نظافه، بالتالي هو بتدر عليه ربح. يبقى اشترك وفهم يعني ايه انتاج تقاوي. نعم. واهميه انتاج التقاوي والحفاظ على التقاوي المحسنه، وفي نفس الوقت دخلت له دخل كويس. كويس. طيب باشمهندس جمال، باشمهندس علاء، جميل جدا ان يكون في تواصل ما بين المسؤولين بوزاره الزراعه ومع الفلاح والمزارع. يمكن انا التمست ده مع حضرتك يا باشمهندس علاء لما كنا بنصور عندك في محافظه الشرقيه، ويمكن يعني رد الفعل المزارعين على وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الشرقيه وحضرتك كان جميل جدا. كلمني اهميه المشاكل اللي بيطرحوها اخواننا الفلاحين، وانتم ازاي بتستجيبوا ليها وحرصكم على الاستجابه، وابرز المشاكل الموجوده بصفه عامه في محافظه الشرقيه، ولو انتم يعني المشاكل دي يعني فوق ارادتكم ممكن تناشدوا وزير الزراعه يحلها ازاي او الدوله بصفه عامه. يعني ابدا من حضرتك باشمهندس علاء وبعد كده باشمهندس جمال، اتفضل. هو حضرتك طبعا احنا لا يمكن نقدر ان احنا نفرق نفسنا نهائي عن المزارع، لان المزارع هو هدفنا الرئيسي. نعم. والارض هدفنا الرئيسي. المزارع مش عامله ان انا هدي له اوامر واقول له ازرع وخلاص. ده حقيقي. ما كنتش يكون متعايش معاه في كل مشاكله وفي حياته. يبقى كده يعني ايه العمليه الانتاجيه مش هتوصل، لانك واحد منه في الهدف في الاخر، يعني لازم تتواصل معاه بشكل. ومن هذا المنطلق كان تركيزنا في فتره من فترات اللي انا كنت متولي فيها الارشاد ان احنا نركز على المبدا ده. المبدا التعاوني، المبدا التسامح، مبدا الاخوه، مبدا ان انت تكون انت والمزارع يعني ما تحسش واحد، يعني ما فيش فرق ما بينك وما بينه. ليه؟ دلوقتي المعلومه سريعه جدا عايزه توصل بسرعه.
المزارع اذا وثق فيك وصدقك هيسمع كلامك، واذا شاف بعينيه وشاف الانتاج في الاخر قدام عينيه تاني سنه هيطبق هذا النظام. ده حقيقي. مشاكله مش على قد الارض الزراعيه، مشاكله خارجيه. يعني احنا عندنا الزراعه يمكن جمال بيه اشار ان مش على قد الترابط ما بين داخل مديريه زراعه وجهاز زراعي، ده احنا مرتبطين خارجيا بوزاره الري، في مديريه الري عندنا كمستوى اقليمي، عندنا مرتبطين بالضرائب عندنا بالتموين، عندنا الكلام ده كله في تموين اثناء التوريد لازم ما كانش فيه علاقه وطيده بيننا وبينه وفي الري. المزارع مشاكله مع الجهات الخارجيه دي موجود. مين اللي هيحل له؟ اقرب واحد يروح له مين؟ ما بيقدرش يروح لبتاع الري على طول مباشره. او يروح لبتاع التموين عشان يشوف له مشكله الشونه او يحل له مشكله شونه. تمام. بيجي لينا. يجي مثلا في الفتره اللي فاتت جمال بيه على طول يجي يلا تعالى معاه نوصل نروح نشوف المشاكل في الري. جميل. المشكله مش بتاعتنا، في مشكله صرف. المشاكل ده كلها في الاخر بتخدم انه ينزل بتخدم على عمل ارض الواقع ويلتمس هذه المشاكل. وهو لما يحس بكده، لو انا جيت قلت له نزرع الصنف ده هزرعه. زي طريقه الزراعه اللي حضرتك بتقول عليها. طيب خلينا دلوقتي معانا احد المزارعين من محافظه الشرقيه، معانا الباشمهندس عاطف، ونساله ايه اخبار الزراعه في محافظه الشرقيه والمسؤولين في المحافظه قايمين بدورهم على اكمل وجه ولا لا. باشمهندس السلام عليكم يا فندم. ياتي لجمال بيه وعلاء بيه، يعني دول ناس من القمم ويسعدوني. الحمد لله، بدايه مبشره الحمد لله رب العالمين. جمال طيب. بيه عزب. نعم. طبعا مشكله التقاوي خلاص العبد ما خلصت. نعم. لان الراجل ده من رواد التقاوي، سواء فحص او اي مشكله تقاوي القمح والاصناف الجديده، واحنا طالبين منه اصناف معينه، مش يدولنا التقاوي الحاجات اللي فاضله، وعاوزين من الاداره المركزيه الشرقيه بتدي 45% من الانتاج القومي للقمح. تمام. احنا لو اتغير النمط الاستهلاكي احنا بنستهلك 100 الفرد 150 كيلو. نعم. اللي ورانا 85. لو النمط الاستهلاكي اتغير في مصر احنا ما شاء الله هنبقى عندنا فائض مش هنستورد قمح. دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه علاء بيه من رواد الارشاد الزراعي على مستوى الجمهوريه. احنا مش هنقول فهدان، لكن جزء من مجهوده ضعف الاداره. هو الراجل ده كان ما شاء الله في الارشاد اي حاجه معلومه، يعني بعد القناة بتاعتكم، يعني الراجل ده من معلومات ومعلوماته وخبرته وما شاء الله. واحنا اول ناس، انا عندي هنا في فاقوس اول ناس طبقنا، او يمكن خدوها مننا وزارة الزراعة الابحاث خدت مننا زراعة على وطن. يعني باشمهندس عاطف، يعني حضرتك راضي عن اداء مسؤولي وزارة الزراعة عندك في محافظة الشرقية؟ على طول. احنا طيب كويس، انا كنت اشد عليهم دلوقتي بس الحمد لله طالما حضرتك راضي عنك. طيب. من امكانياتهم ومن هو برضه الاستاذ علاء في حاجه بس الشركات بتاعت البنجر بيستغلوا المزارعين. نعم. بيستغلوا بيتاخروا في احنا مش لنا عليهم التزامات اكتر من اهو ضغط منهم، لكن هم بيستغلوا المزارعين بيتاخروا في الاستلام في نسبه السكر في يعني، لكن احنا من برضه رواد بعد البحيره من رواد زراعه البنجر. نعم. ونجحت مننا عندنا ما شاء الله. احنا الشرقيه كل تقريبا معظم المحاصيل الحقليه ومحاصيل الفاكهه بتنزلها في الشرقيه. بتمنى لكم التوفيق يا باشمهندس عاطف، ودايما ان شاء الله عندكم الخير كله. بشكرك جدا باشمهندس عاطف محافظه الشرقيه. انا بحيي حضرتك باشمهندس جمال، باشمهندس على المجهودات محموده جدا. جميل جدا لما يكون في رضا من الفلاحين المزارعين على الاجهزه الخاصه بيهم في المحافظه بتاعتهم. باشمهندس جمال، الخطه اللي حضرتك بتسعى ليها وتطبيقها في محافظه الشرقيه، البرنامج اللي انت ماشي عليه في الفتره اللي جايه، اهم المشاكل اللي هي موجوده وقدرت تحل جزء منها، والمشاكل اللي حضرتك مأجلها ليه وازاي ممكن تحلها، كل ده طبعا عايزين نفتحه لان حريصين في نهايه هذا اللقاء نخرج ببعض الحلول المرضيه لمزارعي الشرقيه. اتفضل. انا هتكلم مع حضرتك، يمكن حضرتك كنت بتتكلم مع المهندس علاء على اساس المشاكل. يمكن على سبيل المثال هو يمكن بيذكر بيقول لك ان الاستاذ جمال او جمال بينزل. نعم. على ارض الواقع. دي حقيقه، وانا متعمد ان انا اكون بين الناس. مش عايز اقول لحضرتك بكل امانه، الحمد لله انا كان حصل مشكله في مركز ما من المراكز في محافظه الشرقيه، اعتقد انشاص. يمكن ميل عليا زميل وقال لي ما تنزلش عشان الفلاحين من الجمهره.
قلت له أنا أنزل في وسط الفلاحين، الفلاح ده أبويا وعمي وخالي، وأنا أنزل أشوف مشكلته إيه وأنا أساعد في حلها. تمام. وفعلا نزلت في وسطهم وقفت معهم، لقيت المشكلة على سبيل المثال كانت ما فيش مية في الترعة اللي موجودة عندهم. وبرغم أن أنا كان يعني أبسط شيء أقول له أن موضوع الري أو المية ده تبع وزارة الري أو وكيلة وزارة الري، الحقيقة اتصلت بيها أنا ما قلتش كده، ما قلتش ماليش دعوة. طيب هكمل بقى حضرتك الإجراءات اللي أنت اتخذتها وكمان إيه الحلول اللي هذه المشاكل الموجودة عندك في المحافظة، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا انتظرونا. أجدد التحية مع حضراتكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الفقرة بنتكلم فيها عن الزراعة وهذا الملف في محافظة الشرقية. قبل الفاصل بس قبل ما أقول لحضرتكم كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل، خلينا نرحب بضيوفي مرة تانية. أهلا بحضرتك باشمهندس جمال. أهلا بيك يا باشمهندس علاء. قبل الفاصل كنت بسأل باشمهندس جمال إزاي بتتعامل مع المشاكل في محافظة الشرقية والخطة بتاعتك اللي أنت واضعها في مكتبك وإنك بتسعى لتطبيقها إن شاء الله في الفترة اللي جاية. قال إن هو بيحرص ان هو ينزل على ارض الواقع بيلتمس المشكله وبيضع حلول ليها قبل ما يرجع المكتب بتاعه. اعتقد نتمنى كل المسؤولين وكل وكلاء الزراعه في محافظه الشرقيه ان هم عفوا في محافظات الجمهوريه ان هم يقوموا بفعل ذلك. ده ليه تاثير مهم جدا على الفلاح. الفلاح طالما انت حسيت ان هو انت قريب من المشكله بتاعته وحريص انك تحلها له، اعتقد ده سبب رئيسي في حل المشكله بتاعته. باشمهندس جمال كمل كلام حضرتك وقول لي ايه المشكله اللي حضرتك تعرضت ليها وازاي حليتها وخطه حضرتك ان شاء الله في محافظه الشرقيه في الفتره اللي جايه. يعني هو الحقيقه يعني يمكن بكلم حضرتك قبل الفاصل ان كان في مشكله مثلا في الري، انا مهمتي ان انا اقف جنب المزارع لان المزارع ما يعرفش غيري. نعم. فانا ما اقدرش اقول للمزارع لا روح وزاره كذا او روح وزاره كذا، بقدر الامكان وبقدر المستطاع لابد ان نقف بجوار المزارع لوصوله للهدف اللي هو عايزه. تمام. فلما حصلت مشكله الري وما عندوش ميه انا اتصلت بوكيله وزاره الشرقيه. نعم. الدكتوره اماني. الحقيقه ست محترمه جدا، استجابت بسرعه الا ان لقيتها بتتصل عليا للاسف وقالت لي الترعه دي ميتها من الاليوبيه. كمان زادت المشكله اكتر. فلازم تضطر تتصل بوكيل نقف ساكتين. اتصلت بوكيل وزاره الاليوبيه. نعم. وفعلا الراجل تعاون جدا. الحمد قال لي سيبني خمس دقائق. اتصل بوكيل وزاره الري كلمني قال لي الميه هتيجي بكره اخر النهار. جميل. فعلا قلت للناس الميه هتجيلكم بكره مع الغروب. الناس انبسطت. نزلت تاني يوم اطمنت الميه جت. الناس حتى بقى عندها نوع من الثقه فينا كوني انا اقول كلمه وانفذها او اقول له هتاخد بكره كذا او جاي لك بكره كذا. صح. هنا انت بتبني ثقه بينك وبين المزارع. الثقه ديت للاسف يعني احنا بنحاول نبنيها دلوقتي لان المزارع بقى في بيننا وبينه حاجه بسبب حمايه الاراضي للاسف. لان هو للاسف بقى الفلاح النهارده معتقد ان انا نازل علشان هو بنى يبقى انا ضده يبقى انا كذا. مع العلم احنا حتى يعني موضوع حمايه الاراضي اللي كونه اتفتح حتى كمان بالصدفه. يعني عايز اقول لحضرتك احنا ماشيين مع العلم مع الازالات ومع القانون في نفس الوقت في خط متوازي، نوع من الارشاد للمزارع والتوعية. ان احنا توعيه. صح. لان نفهمه لازم يعرف ان الارض دي التوعيه عليها عامل مهم جدا. بالزبط. افضل من المخالفه لان المخالفه بتعرضه على المخاطر وبيفقد طبعا فلوس كتير جدا فما ينفعش. لدرجه ان التوعيه دي خلت الناس واحنا بنزيل تقف هاديه. ده جميل. خدت بال حضرتك. تمام. ايه اللي حضرتك بتسعى للوصول اليه في محافظه الشرقيه؟ انا داخل دلوقتي بحضرتك على موسم الشتوي. نعم. موسم الشتوي بيهمني فيه في المقام الاول موضوع للامانه القمح. فأنا اللي بسعى فيه دلوقتي وبعمل اجتماعات دورية ومستمرة وتنسيق بين كل الأجهزة أن أنا عايز أوصل عبوة التقاوي عالية الجودة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة لأنها مدعمة. تمام. لأن وزارة الزراعة أنتجت عبوة تقاوي قمح
مفحوصة معتمدة عالية الإنتاج، أصناف عالية الجودة، مفحوصة معتمدة أجرى عليها تفتيش حقلي وده وده والكلام ده كله. في نفس الوقت عايز أوصل ومدعمة يعني سعرها أقل من سعر الشركات. هنا أنا عايز أوصل دي للمزارع عشان يستفيد بسعرها ويستفيد بجودتها. طيب. ووصل له عبوة الأسمدة اللي عليها المشاكل الشغل الشاغل. لأن أنا من وجهة نظري وربنا يقدرنا إن شاء الله يا رب العالمين. وهنحارب إن شاء الله، لأن إحنا إذا ما كناش هنعتبر نفسنا في حالة حرب وحالة طوارئ مش هنعرف نمشي. احنا في حالة حرب وبنعتبر نفسنا في حالة حرب لحد ما وصل عبوة الأسمدة. انا ما عنديش أزمة أسمدة من وجهة نظر، بدليل ان انا خارج من موسم الصيفي عندي 19,000 طن أسمدة أزوتية. جميل، رصيد. طيب. ده اللي احنا طبعا نتمنى ان شاء الله ان تسعى ليه المحافظة الفترة اللي جاية. باشمهندس علاء، طالما في مجهودات من المحافظة والوزارة، اللي حضرتك بترجوه ان شاء الله من الفلاح عندك في محافظة الشرقية في الفترة اللي جاية بتنجدوا بايه؟ خاصة انت كنت في قبل كده في الارشاد وكان في تواصل ما بينك وبين الفلاح وعارف يمكن اهم الخبايا واهم المشاكل اللي بيتعرض ليها. تناشد الفلاح في محافظة الشرقية، يمكن الفلاحين على جميع محافظات الجمهورية، تقول لهم ايه والمطلوب منهم في الفترة اللي جاية؟ فضل حضرتك زي ما جمال بيه اشار كخطة وتيم ورك يعني متكامل بنعتمد عليه. فهو الصبح يجي نادين وتعالى عشان نحط خطة عمل في الفترة ان شاء الله اللي جاية. تمام. هو زي ما اشار حضرتك حاجات مهمه، المحاصيل ان شاء الله الشتويه وده الاساس فيه اللي هو القمح، لان يهمنا كتامين غذائي. نعم. وطبعا موضوع حمايه الاراب ده بنحط خطط متكامله مع الجهات الخارجيه. تمام. على اساس ان احنا في الاستقرار الامني اللي جاي ده ان شاء الله نقدر نزيل على قد ما نقدر والحمد لله، يعني التعديات بدات تقل. تمام. دي برضه تقول لاخواننا الفلاحين والمزارعين بقى ايه؟ المزارعين اللي هم خاصه مزارعي بلاش القمح بقى، القمح الحمد لله احنا في الشرقيه 100 ما شاء الله، اول توريد واول زراعه مساحات، اللهم صل على يعني اكبر مساحه واكبر كميه توريد. وهي المشكله بقى ان انت عشان انت كنت متفوق السنه اللي فاتت جبت رقم عايز تبقى اعلى منه في السنه اللي جايه كحقول ارشاديه وككم وكمساحه. انت عندكم المزارعين ما شاء الله شاطرين على فكره. دي حقيقه الحمد لله، يعني كمتوسط انتاجيه للفدان وكمتوسط توريد على مستوى يعني احنا يمكن وصلنا حوالي مليون مليون طن. نعم. حوالي 6 مليون نردب من حوالي 6 مليون نردب، يعني يبقى اكثر من 5 جمهوريه ما شاء الله، يعني الحمد لله. وده ارقام. انا بتمنى لكم التوفيق واوصيكم خيرا بالفلاح عندكم في محافظه الشرقيه، واتمنى يا رب يكون في تواصل ما بينكم وما بين كل المحافظات. اعتقد ده هيعيد على قطاع الزراعه بالنفع، وده اللي طبعا احنا كلنا نرجوه كمواطنين مصريين في الاول وفي الاخر. هي بس الحته اللي عايز اضيفها لحضرتك هي الجزء اللي طالب منه المزارع. المزارع بيجي لنا عشان الفول والبرسيم عايز اسمنه. لا دي بقى انا بقول له خليك معانا واحنا نقول لك انت تحتاج من الاسمنه. نعم. بلاش تيجي تقول انا عايز البرسيم وعايز الاسمنه. تمام. خليك بتزرع قمح، قول ندي لك شكارتين او ثلاثه بتوع القمح. نعم. اللي هو الكميه او المعدل اللي انت هتاخده. جميل. الفول زي ما احنا عارفين ان هو بيثبت الازوت. نعم. وده ملوش احتياج. ما تجيش يعني ممكن نص شكاره كفايه، شكاره اخرها كفايه. عشان ايه؟ خليك معانا واحنا نقول لك ايه اللي يعني يستخدم معلوماتهم من حضرتك. ومن عن معلومات من عندنا وروح لاقرب مكان ارشاد عندك. دي الجزء الاخير بقى اللي اهم، المخلفات بتاعت الرز ان شاء الله اللي جايه ديت خليك حريص عليها. جميل. واستفيد منها وبلاش تحرقها عشان سحاب السوق. عندنا كل الامكانيات اللي تقول لك تستفيد ازاي وتعمل الكومات ازاي وما تحرقش عشان تسحب السوق. الحمد لله، ربنا يا رب يجعلكم طبعا ذخرا لكل اخواننا الفلاحين. بشكركم جدا وشرفتوني في هذه الفقره. شكرا ليك يا باشمهندس جمال عزب وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الشرقيه. شكرا ليك يا باشمهندس، شرفتنا يا فندم. تحياتي لحضرتك. والحقيقه انا عايز بس اضيف بس نقطه صغيره. اتفضل. انا بناشد لجنة صرف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، موجود فيها أعضاء الجمعية الزراعية. نعم. أنا بناشدهم نيابة عن الفلاحين، هم بينوبوا عن الفلاحين وهم إخواتنا وعلى رأسنا من فوق. أنتوا موجودين في لجنة صرف الأسمدة، أي مخالفة اتصل بيها فورا. نعم. أي احتياجات للمزارع اتصل بيها فورا. أي حاجة أنت عايزها أو أي مشكلة انت بتنوب عن المزارع. نعم. وهو انتخبك وحطك مكانه وحط ثقته فيك. نعم. في اي مشكله انت اتصل بيا فورا، هتلاقيني جنبك وحل لك مشكلتك. اذا مكتب وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الشرقيه مفتوح امام الجميع مشاهدي قناه مصر الزراعيه في محافظه الشرقيه. اي مشكله عليكم التوجه لمكتب الباشمهندس جمال عزب وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الشرقيه. شكرا لك يا باشمهندس وبحيك على هذه المقابله. شكرا جدا يا فندم الباشمهندس علاء عفيفي مدير عام الزراعه في محافظه الشرقيه. شكرا لك يا باشمهندس علاء، شرفتنا. شكرا يا فندم.